بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس محمد الصعيدي. حكون معكم إن شاء الله اليوم في سلسلة من المهارات الخاصة في استخدام برنامج الإكسل. طبعا هالسلسلة إن شاء الله أنا كنت حريص أن تكون يعني مبتدئة من الصفر إلى أنك أنت تكون يعني حاصل على أكبر عدد ممكن من الدوال اللازمة في استخدام برنامج الإكسل. طبعا برنامج الإكسل هو برنامج ضخم، برنامج كبير، برنامج يحتوي على يعني العديد من الدوال الهندسية والعديد من الدوال المستخدمة في مجال المحاسبة أو في تخصص المحاسبة. ولكن إحنا يعني حنحاول في السلسلة من هالفيديوهات إن شاء الله إنه نعطي أو نعطيكم إن شاء الله بعض الدوال اللي ممكن تفيدك إن شاء الله في حياتك العملية. في البداية حابب يكون متواجد معكم لينك الصفحة الخاص أو اللينك الصفحة الخاصة فيه على موقع التواصل الاجتماعي. طبعا هالصفحة بيتم فيها عرض كل ما هو جديد، سواء من خلال الدورات التدريبية وسواء من خلال الاستفسارات وإلى آخره من الأمور الأخرى. وفي أيضا كمان جروب خاص للتواصل على صفحة التواصل الاجتماعي لطرح أي استفسارات تراها أنت مناسبة بخصوص برنامج الإكسل. يعني كل يعني هذا الجروب فقط لبرنامج الإكسل. أوكي، طيب، أول بارت إن شاء الله راح نبلش فيه في مهارات استخدام برنامج الإكسل حيكون عن نبدأ عن البرنامج في البداية. يعني احنا قبل ما نبدأ نستخدم برنامج الإكسل ونعرف هالمهارات ونعرف هالدوال اللازمة إلنا في حياتنا العملية، لازم نعرف شو يعني برنامج إكسل، أو يعني شو بيعمل بالضبط، وكيف ممكن نستخدمه، وكيف ممكن نستفيد منه في حياتنا العملية. طبعا مايكروسوفت أوفيس إكسل أو بالإنجليش مايكروسوفت أوفيس إكسل هو أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفيس. يعني إحنا أول ما ننزل حزمة أوفيس، سواء أوفيس 2007، أوفيس 2010، أوفيس 2013، بنزل من ضمن هالحزمة برنامج اسمه مايكروسوفت أوفيس إكسل. طبعا هو متخصص للعمليات الحسابية، حيث أنه عبارة عن أوراق افتراضية. يعني هالقد يعني أول ما نفوت على برنامج الإكسل بنلاقيه بيحتوي على أكثر من ورقة افتراضية. تمام، هنشوف حاليا شو معنى كلمة ورقة افتراضية. طبعا احنا مثل ما اتفقنا حنبلش إنه المستخدم لبرنامج الإكسل لا يعرف شيء عن برنامج الإكسل، فقط يعني بسمع عن حزمة الأوفيس فقط مش أكثر. تمام، طبعا كنت حريص اعمل هالإشي فقط عشان نكون يعني ملمين من الصفر، يعني ننزل لمستوى او لادنى مستوى ونبدا نطلع معكم ان شاء الله شويه شويه لما نصل للمستوى اللي انا ان شاء الله بتمنى تكونوا فيه. نكمل، هو عباره عن مثل ما حكينا اوراق افتراضيه يمكن اضافه معادلات حسابيه عليها، من ثم إضافة الأرقام، حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي. طبعا أول ما نضغط على زر كيبورد إنتر بيتم عمل العمليات الحسابية وحسابها بشكل آلي، وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم لتخزين البيانات حيث يمكن الاحتفاظ بها أو طباعتها على أوراق. طبعا إحنا الإشي الفخم جدا إن إحنا طبعا بنكون عاملين مثلا على سبيل المثال في مجال الهندسة المدنية بنكون عاملين مثلا كالكوليشن شيت لتصميم أحد العناصر الإنشائية في المبنى، أو مثلا في مجال آخر مثلا في مجال المحاسبة بنكون عاملين مثلا داتا معينة بنكون مأرشفينها عندنا في على جهاز الكمبيوتر على سبيل المثال، ثم بيتم طباعة هذه الداتا على البيبر، فبيكون إشي منظم ومنسق. تمام، لو اجينا نفوت على حزمة الأوفيس، طبعا أنت أول ما تمتلك حزمة الأوفيس، طبعا كانت بفيرجن 2007 أو 2010 أو 2013. طبعا الإكزامبل الصور اللي موجودة عندي حاليا أو الشروحات الموجودة في 2007، ولكن أنا راح أشرح إن شاء الله، يعني حكون
يعني حريص اني اشرح الفروق بين او ابرز الفروق بين فيرجن 2007 وفيرجن 2010. انا الفرق يعني ان شاء الله راح اشرح على اوفيس 2010 باذن الله الاجزاء الثلاثه. يعني لو جينا بس نشوف الاوفيس 2010، مايكروسوفت اوفيس 2010، مايكروسوفت اكسل 2010، تضغط على ادارتك اليسار، هذا الواجهه الرئيسيه تبعته. اوكي، فانا ان شاء الله راح اكون حريص اني اشرح المايكروسوفت اكسل 2010. حكينا قبل شويه في التعريف لو منتبهين، حكينا انه عباره عن اوراق افتراضيه. اوراق افتراضيه المقصود فيها هذه الاوراق، ورقه اثنتين ثلاثه اربعه الى اخره، ففيها شيتس. يعني المصنف او الورك بوك يحتوي على اكثر من شيت او اكثر من ورقه. تمام، كل ورقه طبعا تحتوي على عدد معين من الخلايا، وعدد معين من الصفوف، وعدد معين من الاعمده المكونه من الخلايا. يعني هذه تسمى خليه، هذه خليه خليه خليه. كل ما اضغط على المستطيل الموجود عندي على الشاشه حاليا تسمى خليه. ولكن هذا مثلا عمود، عمود A، عمود B، عمود C الى اخره من الاعمده، وفي عندي صفوف، الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، الصف الخامس الى اخره من الصفوف. تمام، فانا مثلا على سبيل المثال، طبعا هنتعرف ان شاء الله كيف نعرف عدد الخلايا الموجوده في كل شيت من الشيتس المكونه للمصنف الواحد من برنامج مايكروسوفت اكسل. ولكن حاليا كمقدمه ان تعرفنا بس عشان بس نوضح يعني ايش الكلمات الموجوده، انه يحتوي على اوراق افتراضيه، ووضحنا ايش يعني الاوراق الافتراضيه، ويتم كتابه معادلات حسابيه عليه. هذا كل شغلنا، ان احنا بدنا نعرف كيف او شو هي المعادله اللي لازمانا، ونعرف كيف بيتم كتابتها في هذا السيل. طبعا بيتم كتابه المعادله داخل السيل، انا ما بدي استبق الاحداث، ولكن انا هشتغل حسب البروسيجر الموجوده عندي حاليا. تمام، حسب الخطوات الموجوده. يعني انا في الفيديو الاول فقط بدي اوضح شو معنى الاكسل، وين نستخدمه، كيف حنستفيد منه. ولكن في الفيديوهات اللي ان شاء الله القادمه حيكون فيها الدوال عاد اللي احنا حنبدا نكتبها داخل هذا السل، ثم بتم عمليه حسابها الكترونيا فينتج عنا الجواب. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال فقط، يعني بس مثال توضيحي، على سبيل المثال 2 زائد 2 يساوي، اول ما نضغط انتر بنلاقي ظهر عندنا الجواب على سبيل المثال 4. فكيف نكتب، هذه الداله، وشو الشروط اللي لازم كتابتها قبل ما نكتب الداله، هذه كلها ان شاء الله راح نتعرفها في اللقاءات الجايه. اوكي، ففي عندي بالنسبه للانستوليشن تبع البرنامج بيكون عندي فولدر مثلا مضغوط، اول ما ينفك الضغط بيكون عندي اللي هو الايقونه تبع السيت اب. لو بدنا نعرف كيف تسطيب البرنامج او كيف تنزيل البرنامج، بيتم الضغط عليها، بتظهر عندي النافذه هذه الموجوده حاليا. في هنا خانه بتم كتابه الارقام او السيريال نمبر او البرودكت كي اللي خاص في البرنامج. طبعا انا بحكي هذا الكلام لانه سئلت في بعض اللقاءات عن كيفيه تسطيب برنامج الاوفيس، فانا يعني ما بدنا نحن نحكي انه كل المستخدمين او كل المتدربين بيعرف يسطب مثلا برنامج الاكسل. في اشخاص مثلا مستخدمين للاكسل حديثا، او مستخدمين لل يعني لبرنامج الاوفيس عموما مستخدمينه حديثا، فبالتالي احنا بدنا نبدا من الزيرو عشان نفيد الجميع. اوكي، فالباراميترز هذه او البرودكت كي هذه بتجيبها من مستند دفتر. يعني بيكون هذا مثلا هنا في عندك الكي، شايفين مستند الدفتر هذا اللي فوق السيت اب، بيكون عندك الكي، او مستند الدفتر اسمه الكي زي ما انتم ملاحظين هي فوق، وبيكون اول ما نضغط دبل كليك عليه بيفتح، بيكون عندك سيريال نمبر، بتنسخه، بتم نسخه ولصقه في المستطيل الموجود عندك حاليا. بتفعل عندك زر او ايقونه كونتينيو، بتضغط على كونتينيو، بعدين بيقول لك انه هل انت توافق على الشروط او الـ يعني الشروط الخاصة في البرنامج او الى اخره من الكلام هذا. بتقول له اي اكسبت، تمام، او الاتفاقية، بتقول له كونتينيو بعدها، بعدين بتضغط على انستول ناو. انستول ناو بينزل عندك، بيبدأ ينزل عندك البرنامج كما هو موضح في الشكل. تمام،
تنتظر حتى انتهاء تصطيب البرنامج. بتم عندك بعد انتهاء تصطيب البرنامج بتم عندك اللي هو تنزيل، يعني بيعطيك شاشة التسليم. ترحيبية، بيعطيك شاشة ترحيبية بيحكي لك إنه البرنامج نزل، أوكي، بإمكانك إنك أنت تشتغل تبدأ بالبرنامج، أوكي. فلو جينا طلعنا على بعد إيه، أنت بتضغط بعد كلوز، بتخرج من كل الكلام هذا، من كل الكلام هذا. بعدين بتيجي أول ما تظهر على سطح المكتب عندك، بتلاقي عندك اللي هو مايكروسوفت اكسل مثلا على سبيل المثال 2010. بعد تصطيب تنزيل البرنامج على الجهاز الشخصي يتم الضغط على الأيقونة ليتم فتح البرنامج. طبعا انت اول ما تفتح البرنامج، اول ما تفتح البرنامج بيكون عندك يعني كما هو موضح اللي هو الشاشة الرئيسية لبرنامج الاكسل. طبعا بغض النظر عن البرج، انا كنت متعمد انه يكون الفيرجن اللي انا بشرح فيه 2010 والفيرجن اللي موجود عندي 2007. ليش انا عملت الكلام هذا؟ فقط علشان اشرح الفروق بين فيرجن 2007 وفيرجن 2010، تمام. فان شاء الله باذن الله تعالى حنكون ان شاء الله مع بعض في الكورس عشان نشرح هذه الفروق ونشرح اللي هو الادوات والمهارات الخاصة في برنامج الإكسل. بالنسبة لمحتويات اللقاءات أو محتويات الفيديوهات إن صح التعبير، هتكون إن شاء الله هيكون المتدرب قادر على بعض هذه المهارات، أو هيكون قادر على تطبيق هذه المهارات إن شاء الله بعد انتهائه من سماع الفيديوهات إن شاء الله تعالى. أول بند من البنود إنه يكون المتدرب يتعرف على أهم برامج أو أهم برامج الجداول الإلكترونية. المقصود في الجداول الإلكترونية هنا اللي هو شيت الإكسل، شيت الإكسل أو مصنف الإكسل، تمام. أن يتعرف المتدرب على كيفية التعامل مع هذه الجداول الإلكترونية، تمام، كيف أتعامل معها، كيف أبدأ أكتب المعادلات إلى آخره من الكلام هذا. أن يتعرف المتدرب على كيفية التعامل مع المعادلات والدوال، تمام. أن يتعرف المتدرب على أنواع التنسيقات والمخططات. طبعا أنا عملت عندي دالة هندسية، عملت دالة على سبيل المثال بغض النظر كانت هندسية أو مش هندسية، ولكن بعد ما عملت الدالة بدي أعرف كيف أنسق شغلي. يعني أنا بدي أنسق الشغل وأعمل، يعني مثلا على سبيل المثال كان عندي جدول، يعني يتم تنسيق هذا الجدول ويتم مثلا عمل مخطط خاص بهذا الجدول. يعني مثلا كان عندي كولوم من الكولومز بيحكي عن المبيعات على سبيل المثال، مثلا اسم الطالب مثلا على سبيل المثال، مثلا العدد أو التسلسل، تمام، اسم الطالب، مثلا درجة الطالب في امتحان من الامتحانات على سبيل المثال. فعندي هنا تسلسل واحد، تسلسل اثنين، تسلسل ثلاثة، تسلسل ثلاثة سوري، إلى آخره. وعندي اسم الطالب مثلا محمد، أحمد، محمود، تمام. وفي عندي درجة الطالب على سبيل المثال من 190، 88، هاي 80، وانا عندك 70. فانا بدي اعرف كيف مثلا، هي عملت جدول، عملت مثلا على سبيل المثال جدول، بدي اعرف كيف انسق هذا الجدول. وبعد ما انسق الجدول بدي اعمل مثلا مخطط، يعني مثلا مخطط عندي يوضح لي علامة محمد 90 مثلا، يكون مثلا عندي مخطط شريط انه والله علامة محمد، يعني من خلال الفيجر او من خلال الرسمة اقدر اميز قديش العلامة تبعت محمد وقديش العلامة تبعت أحمد وقديش العلامة تبعت محمود من دون النظر إلى الجدول الأساسي الموجود عنده. فاحنا نعرف كيف نعمل الكلام هذا وكيف ننسق الكلام هذا، أوكي. هنتعرف كمان على كيفية التعامل مع إعدادات الورقة، وهنتعرف إن شاء الله إعدادات الورقة المقصود فيها اللي هي نقل ونسخ وحماية الورقة، تمام، وبالإضافة إلى تلوين الورقة وتلوين
التكست اللي خاص في الورقة، يعني بعض الإعدادات اللي خاصة في الورقة. إن شاء الله هنشوفها بإذن الله تعالى بالتفصيل. وكمان هيتعرف المتدرب على بعض المهارات الخاصة. المهارات الخاصة المقصود فيها أمور أدفانس هيك في برنامج الإكسل، يعني مثلا على سبيل المثال في بند يعني من البنود يطلق عليه اسم التصفية. لو نجينا نشوفه من هنا بنشوف فرز، في عندك إشي اسمه تصفية. تمام، التصفية هذه شو المقصود فيها؟ يعني هذه شغلة برضو ممتاز جدا ومتقدمة جدا في برنامج الإكسل. هنعرف شو معناها وكيف ممكن نستفيد منها في حياتنا إن شاء الله. بالإضافة إنه طبعا كملخص إنه بنكون هيك حطينا المتدرب بعد ما يلم بكل المهارات اللي حنطرحها إن شاء الله، حنكون حطيناه على بداية الطريق إنه يكون يستخدم برنامج الإكسل في مجال حياته العملية. وحنتعرف إن شاء الله من خلال الدورة، يعني مش إنه بند من بنود الدورة بند أساسي، ولكن إنه نتعرف من خلال الدورة على الفروق الإصدار أو فروق بين الإصدارين 2007 و2010. واجهة البرنامج الأساسية مثل ما اتفقنا، طبعا هذه الواجهة اللي خاصة في 2007، هذه واجهة مثلا البرنامج اللي خاصة في 2010 بالشكل التالي. طبعا هذه الأيقونات اسمها ريبون، هنعرف ايش الريبون وهنعرف كيف نعمل إعدادات لهذه الأيقونات أو لهذه الأشرطة. تمام، إن شاء الله في المحاضرات الجاية بإذن الله تعالى. واي استفسار ان شاء الله بتمنى انكم، او يعني مش شرط استفسار في الكورس الاكسل، ولكن اي استفسار ان جنرال يعني ممكن تتواصل معنا خلال البريد الالكتروني الموضح في السلايد. واي استفسار بامكانك ايضا كمان الاتصال على رقم الجوال المدرج عندك في السلايد. ويعطيكم العافية.